مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ اليوم جايب لكم المناظر اللي بتجنن بمدينة روتردام، تاني أكبر مدينة بهولندا. أوكي؟ منشوف المناظر، منشوف الجمال كله. أوكي؟ بيقولوا عنا هي روتردام أو دبي الثانية، هيك بيقولوا عنا. أوكي؟ أنتوا احكموا، شوفوا واكتبوا لنا بالتعليقات بعدين شو رأيكم. يلا بنشوف الفيديو. طبعا روتردام الجميلة تاني أكبر مدينة بهولندا، بيقولوا عنا دبي التانية، فعلا كتير حلوة روتردام الهولندية. أي حدا جاي جديد على هولندا بتمنى يروح على روتردام، كتير رح ينبسط فيها. فيها كتير شغلات حلوة، السوق كبير، يعني فيها كل شي بتكون ياه موجود بروتردام، وبتلاقوا من كل الجنسيات هناك، أجانب، حتى شو ما بتكون بتلاقوا بروتردام. هاي الترامب مثل ما عم تشوفوا، حتى الترامب بالشوارع تحت الأنفاق كله يعني عن نظام نظافة حضارة عن جد. يعني أنا روتردام كتير بحبها، كله منظم، الشوارع هذا طريق المشاة، زبرابات اسمه، يعني كله على 24 مظبط، بتشوفوا جمال. وروتردام يعني كبيرة كبيرة كبيرة، هي هون البنايات، شي كتير كتير حلو. يعني أنا بحب دايما نروح على روتردام والمدن الكبيرة. هاي الترام هون، هذا ترام بكل روتردام وبيروح على أمستردام، يعني في كتير قصص حلوة بروتردام، مطاعم شو ما بتكون، وفيها عرب كتير كمان على فكرة. هاي السنترال، هاي محطة القطار الرئيسية هي من هون. هاي هدول البيوت المكعبة، يا الله شو حلم، يعني بصراحة لسه ما رحت عليهم وحابب روح عليهم وشوف شو في بقلبهم. هذا كلهم أجار إلا بيت واحد عاملينه مثل إنه واحد يروح فيه، منه يطلع عليه يشوف كيف من جوا. هذا السوق الكبير بروتردام، وبعد هالتعب بدك كباب عراقي عن جد كتير طيب، لأنه بتعرفوا بس نجوع خلاص. على فكرة هذا السوق كتير كبير وحلو، بتلاقوا فيه كل شيء، سوق كبير بروتردام. حتى نظامه الديكور كتير حلو، كتير كتير واو، يعني عن جد بنصحكم تجوا لهون. هاي روتردام، وهاي روتردام هيك من فوق كمان كتير حلوة. هاي كمان روتردام، كله روتردام. روتردام هذا الجسر، يعني أنا بحب كتير روتردام. هاي حديقة بروتردام ما شاء الله، هاي كتير كبيرة. وهاي كمان مثل ما بتعرفوا السوق، هاي السوق هون، يعني الكل يجي لهون. هون بيكون خلص الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، عجبكم المناظر الحلوة، القعدات، روتردام بشكل عام. إذا عندكم شي بلدية، عفوا شي مدينة هولندية ببالكم، اكتبوا لي عليها لحتى عامل فيديو حلو عليها. أوكي؟ ونزل لكم يا أنا على عيني أنتو. أوكي أصدقائي، تحياتي للجميع، وبشوفكم فيديو تاني.